وللحديث عن دخول أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المنطقة الخضراء واقتحامهم مبنى البرلمان على خلفية ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة وتداعيات هذا الحدث، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، كما ينضم إلينا أيضا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان. أهلا بكم معنا جميعا ضيوفنا الأكارم. أهلا وسهلا، حياك الله. حياكم الله. لعلي أبدأ معك أستاذ قحطان الخفاجي، يعني هل تصعيد أنصار التيار الصدري هو رد على ترشيح الإطار لمحمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة القادمة، أم أن لموضوع الاقتحام بعد آخر؟ حياك الله عزيز، وحيا القناة وحيا المشاركين الأفاضل والجمهور الكريم. لا، بالتأكيد هذا الحراك هو مبيت مسبقا ومعد، ولكن التوقيتات تكون ضمن المستجدات. الذي حصل من ترشيح للسوداني وأدرك من قبل الجانب الصدري أنه إصرار مالكي وجماعة مالكي على المضي بترتيبهم وبترشيح ما يسمى شخص من ضمن العملية الفاسدة التي يدعي الصدر على أنها فاسدة وهو خارج من العملية كما يدعي. وبالتالي إصرار كهذا أو ترشيح كهذا إن كان سوداني أو سواه عده الصدر بأنه تجاوز عليه وعدم التزام بما ذهب إليه وما أعلنه عند الانسحاب بعدم ترشيح أحد من الفاسدين والأحزاب السياسية المشاركة. إذن هو سبب أو القشة التي حملت على أن يكون هناك فعل كبير، ولكن الخلاف هو كبير جدا، ونعتقد هذا هو أول غيث، بل هو كرة نار تدحرجت سوف تأخذ الكثير. يعني اعتبر البعض أن هذا الترشيح ما هو إلا جس نبض التيار الصدري، هل توافق بهذا الرأي؟ وبالتأكيد ليس بعيدا، وهو توقع أنه على أساس أن هذا الشخص قد يمرر باعتباره ليس من الشخوص الذين تقاطعوا مع الصدر مباشرة، ولكن الصدر في ترتيباته وفيما أعلن أنه ضد أي ترشيح للمالكي أو من هذه المنظومة برمتها، وهو كما قال أنه شلع قلع وقال لا عودة لفاسد، وقال لا مجرب المجرب لا يجرب، والسوداني وشخص من حزب الدعوة ومقرب إلى مالكي ومقرب لإيران ومجرب سابقا كوزير وكمناصب أخرى. إذن هذه تحدي من قبل جماعة الإطار ضد التيار، والتيار قام بهذه العملية، واعتقد هي أول الغيث كما قلنا، وهي بداية كرة النار التي سوف يتبعها شيء كثير. نعم، أتوجه بالسؤال إليك دكتور حامد، يعني هل إن ترشيح الإطار لمحمد شياع السوداني وهو من حزب الدعوة بطبيعة الحال يعني إرجاع الأزمة إلى نقطتها الأولى، نقطة الصراع بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولضيفيك الكريمين وجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة هي هذه جولة من جولات الصراع على السلطة والمناصب، وهي يعني أشبه بصراع إرادات في بدايتها، لكنه أنا أعتقد سوف تتطور إلى يعني مزالق أكبر مما نشهده، خصوصا أنه ظهرت ردود فعل أولية. يعني هناك صور قبل دقائق ظهرت، الحقيقة أنا هذا اللي يشغلني ويشغل العراقيين، وله تداعيات ستكون وخيمة إذا يعني سارت بهذا الاتجاه. هو ظهور المالكي في محيط بيته في المنطقة الخضراء وسط مسلحين برشاشات، وهو أيضا يحمل رشاش، يعني هذا أيضا شكل من أشكال الرد على اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان. الأمور تسير إلى مزالق مثل ما يعني تفضلتوا أيضا في تقاريركم السابقة بأنه وجود إسماعيل قاآني أيضا هذا يشكل تحدي كبير للإرادة العراقية، لأن هذا تدخل سافر في الشأن العراقي، زائد أنه التدويل القضية العراقية الآن، يعني تدخل الاتحاد الأوروبي أو بعض المنظمات الدولية في تقييم الوضع العراقي الآن يعني يبعث على التشاؤم في كثير من الأحيان، أنه الأمور لن تسير بطريقة مريحة لا للرأي العام العالمي ولا للمحلي طبعاً،
واحنا ناهيك عن ان كون العمليه لها اكثر من 9 أشهر ونصف بعد الانتخابات، ولم يتم التداول السلمي، مبدا التداول السلمي للسلطه، بينما هناك اشهار للسلاح وهناك اقتحام وهناك يعني جرى اغتيالات وجرى تهديد واستقطاب للقوى. يعني الصراع الان محتدم بصريح العبارة، الوضع يخشى الشعب العراقي ونخشى نحن من أنه فعلا تتحول الساحة العراقية مرة ثانية إلى ساحة تصفية حسابات وساحة صراعات إقليمية ودولية على غرار ما يحدث في أوكرانيا. نعم دكتور حامد، يعني هل التيار الصدري استنفذ كل وسائله السياسية لربما والتصريحات وغيرها من الوسائل إلى أن وصل إلى الشارع؟ يعني لماذا وصل به الحال إلى أن يدعو يعني أنصاره إلى الذهاب واقتحام البرلمان؟ لماذا وصل الحال به إلى هذه الدرجة؟ لأنه لا 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 مخرج من كل العملية السياسية. يعني نحن نتحدث كشعب عراقي محايد، الآن الشعب العراقي يعني في واد، والطبقة السياسية الطغمة الفاسدة المتحكمة على مقاليد السلطة في واد آخر. يعني هي العملية السياسية برمتها بائسة فاسدة، وأيضا الطغمة الفاسدة هي التي جلبت كل المآسي على الشعب العراقي منذ التغيير في 2003 ولغاية الآن، بدليل أنه تدخلات إقليمية ودولية مثل ما أشرت يعني سابقا، أنه الأمور لم تعود الآن بإرادة الشعب العراقي. لذلك التيار الصدري لجأ إلى الشارع أيضا، والشارع يعني يستقبل هذا ردة الفعل، لأنه فشل في كونه هو يشكل الأغلبية 73 مقعد مع حلفاء في تحالف إنقاذ وطن، يعني اللي هو الحزب الديمقراطي الكردستاني والسنة يعني تقدم والآخرين، لكنه فشل في أن يوفر ثلثي المقاعد. يعني بقى الثلث المعطل هو الحاسم في تمرير رئيس الجمهورية بمشيئة الأغلبية. لذلك وطب بالتأكيد راح يفشل أيضا في تمرير رئاسة الوزراء، والمبدأ العام هو مرادة يعني تشكيل حكومة أغلبية. هذه كلها فشلت، لذلك لجأوا إلى الشارع، لأنه الشارع يشعرون بأنه هو كان عازف بل رافض العملية السياسية. يعني أكثر من 85% من الشعب العراقي لم يشارك في الانتخابات. صحيح. على هذا الأساس سيكون، وأنا أجزم من هذا المنبر الموقر، أنه الأمر الحاسم سوف يكون بيد الشعب العراقي، ليس بأيديهم. هذا هو الدلائل الآن واضحة، والشارع العراقي يترقب، لم ينتظر طويلا، سوف يقول كلمته في نهاية المطاف. اليوم هو شاهد الموقف، يعني ساهم بطريقة أو بأخرى، لأن هناك إلى جانب التيار الصدري ظهروا أشخاص الحقيقة مستقلين. يعني أنا شعرت من الشعارات اللي رددوها أنه يعني شتائم على أمريكا وإيران على حد سواء، وهذه هي شعارات ثورة تشرين المباركة. يعني ثورة تشرين ساوت بين كل الأطراف الإقليمية والدولية التي تدخلت في الشأن العراقي، التي جلبت المآسي على العراقيين من خلال يعني أتباعهم إذا كان في التيار وإذا كان في الإطار. يعني هذا هو المشهد الحقيقي المأساوي اللي نعيشه. لكن أنا متفائل من أنه هذه الجولة لن تمر دون حسم الأمر، ليس كما مرت العملية السياسية في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي في بداية ثورة أكتوبر المباركة في 2019. أنا أعتقد أنه الآن الهدف الأكبر هو إسقاط النظام برمته من قبل الشعب العراقي، ليس فقط التيار الصدري. جائز التيار الصدري يشارك وبدأ، لكنه هو يعني أيضا أبناء التيار الصدري هم عراقيون سيتحملون مسؤولية ما يتحمل الشعب العراقي برمته، وهذه هو الحقيقة التحدي التاريخي الكبير أمام شعبنا. نعم. سيد نوري حمدان، يعني كيف يمكن أن يكون رد الإطار التنسيقي على تيار الصدر في اعتراضه على مرشح الإطار شياع السوداني؟ هل سيكتفي برأيك ببيانات الإدانة والتنديد، أم سيكون هناك تصعيد مقابل برأيك، خاصة مع ظهور كما تفضل الدكتور حامد، مع ظهور نوري المالكي يعني مسلحا؟ نعم، هو حقيقة شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. بداية تحياتي لك ولضيفيك الكريمين وجمهوركم الكريم. حياكم الله. الحقيقة هو الإطار التنسيقي اليوم متوقع أن يظهر منه كل شيء،
يظهر منه ردود فعل يعني لا يمكن أن يحمد عقباها لأسباب عديدة، مقدمتها قناعة التيار قناعة الإطار التنسيقي إلى اليوم لم تخرج من إطارهم يعني الإطار المحافظة الطائفية. الأزمة السياسية أو الاستعصاء الانسداد السياسي هم لم يدركوا أسباب الحقيقية لحد الآن، وما زالوا متمسكين بأسباب الأزمة الحقيقية وهي المحاصصة الطائفية وترشيحهم للسوداني. حقيقة أنه السوداني لم يكن هو السبب، رفض الشارع أو رفض التيار الصدري للسوداني تحديدا لم يكن هو السبب، حتى وأن رشحوا غير السوداني بنفس الطريقة التي تم ترشيحها فيها بنفس الطريقة المحاصصة الطائفية واختيار المسؤولين بهذه الطريقة المقيتة التي يعني أدارت البلاد من 2003 حتى اليوم ولم تقدم شيء للجمهور من خدمات وغيرها، نفس هذه الطريقة. فهذه الطريقة لم تخرج الأزمة السياسية من انسدادها، بل تزداد الأزمة تحجر. ولا يمكن الاستمرار في العراق بهذه الطريقة إن لم يقل الشعب العراقي كلمته الحاسمة. ونحن قلنا قبل أيام وبعد انسحاب التيار الصدري مباشرة وحتى بعد الانتخابات التي أجريت، قلنا أنه هذه النتائج سوف لا تفضي إلى نتائج وطنية وستعيد الكرة إلى طريقة المحاصصة الطائفية. بالتالي هي ما زالت العناصر التي ولدت ثورة تشرين قائمة، بل ازدادت من الاحتقان الشعبي. بالتالي يعني من المتوقع إن شاء الله قريبا يكون ثورة حقيقية شعبية لازاله هذه العمليه السياسيه. هل توافق الدكتور حامد بما ذهب اليه بانها لربما هذه يعني التحركات تكون شراره اولى لمشاركات شعبيه واسعه، خاصه مع انطلاق يعني كما ذكر الدكتور لربما شعارات برفض التدخل الامريكي والتدخل الايراني ايضا؟ نعم، شوف الجانب الامريكي والجانب الايراني يعني من مصلحتهم استمرار العمليه السياسيه كما هي. وبعد 2000 يعني بعد 2019 وثوره تشرين يعني ثوره الشباب الابطال سعوا حقيقه ايران وامريكا لادامه العمليه السياسيه بنفس اطارها ونتائجها، ولكن الاستعصاء اللي موجود في هذه يعني العمليه السياسيه لم يمكنهم من النجاح ولن ينجحوا. والشعب العراقي لا يملك اي خيار، حقيقه لا يوجد اي خيار للشعب العراقي غير ازاله هذه العمليه السياسيه، وهذه العمليه السياسيه لا يمكن ازالتها الا بالثوره. الاحتلال لا يخرج من البلد الا بثوره. تحرير البلد من أسرى لإيران لا يخرج إلا بثورة. الثورة هي الأساس، ويجب على الشعب العراقي حقيقة صف الصفوف والنهوض بكلمة واحدة وإزالة هذه القوى السياسية التي لا تتصارع من أجل مصلحة الناس، تتصارع من أجل الحصول على المكاسب الضيقة من خلال المناصب الحكومية للاستحواذ على السلطة والتمكين من نهب ثروات وخيرات البلاد. نعم دكتور قحطان، السؤال الأهم ربما يعني أين هي الحكومة مما يجري من صراع وتصادم بين أنصار الميليشيات بعضهم ببعض؟ قلنا سابقا ونقول لاحقا أن لا حكومة بالعراق. الذي يوجد في العراق مجموعة من قوى سياسية متنفذة مرتبطة بقوى خارجية تمتلك أسلحة وأذرع ودول عميقة هي تتحكم بالدولة. ودل على ذلك أن بالأمس دخلت مجاميع تابعة إلى الفصائل الولائية دخلت داخل المنطقة الغبراء وأخرجت مطلوبا للعدالة من بيت شخص رئيس الوزراء، وخرجت
دون أن يسائلها أحد من متابعها. اليوم خرج دخلت مجاميع هذه بالتأكيد تابعة للصدر، وهو أحد أطراف العملية السياسية، وعليه ما على العملية السياسية من مساوئ ومن مؤشرات. دخلت دون أن يسائلها أحد وخرجت كما تشتهي. ولو دخل فعلا ثوار تشرين الأحرار الذين فعلا هم أبناء الشعب العراقي، ونداءهم نداء وطني حر عفوي حقيقي ينادي باسم العراق وخلاصه، للقوا القتل والدمار وكل شيء كما هو عرف، كما عرفنا في ثورة تشرين المسالمة التي كانت نموذج حقيقي للسلم وللوطنية وللدعاة الحضارية، لاقت قتل من الحكومة ومن طرف ثالث ومن الفصائل ومن معروفة من الجميع. إذن نحن لسنا أمام حكومة بالمرة، الحكومة غائبة الآن كما نراها فقط مجرد دعوات للتهدئة. المقر أساسي داخل المنطقة الخضراء للبرلمان العراقي يتم دخوله من قبل المجاميع ودون أن يسأل من قبل جهة معينة، وتنتهي المسألة تخرج ولا يصدر من جهة رسمية سوى التنديد. طيب إذا غدا تدخل المجموعة الأخرى المنافسة للصدر بعمل مشابه لهذه المجاميع، ماذا يكون موقف الجهات المعنية الرسمية الأمنية السياسية؟ إذن نحن أمام مهزل حقيقة. إذن ما حدث اليوم إلى أي حد كشف ضعف الحكومة ويعني ما تعانيه؟ أنا قلت المرة الألف وأقولها أن الحكومة العراقية في أوج عظمتها وقدراتها والدعم الدولي لها، هي لا تستطيع أن تهش الذباب عن أنفها. ليس لديها فقط أن تطبق أجندات خارجية في الشأن العراقي ونجحت. حقيقة كانت الحكومة العراقية المتعاقبة بالاحتلال لحد الآن حكومة برة لأسيادها، أوصلت العراق إلى أسوأ بلد في العالم وشعبه الجائع، وهو جالس على معروف كم من الاحتياط الذهب والنفط وغيره. إذا هذه ليست عملية سياسية وليست حكومة، لذلك أتوقع حتى ذهاب الكاظمي قبل يوم إلى خارج بغداد إلى أنبار قد تكون فيه شيء مدبر، ومجيء قاني كما قال أخوي المتحدث صباح هذا اليوم هو أن هناك شيء تلمسه الجانب الإيراني من الجانب الصدري، ولا سيما وأن التسريبات والاختراقات قائمة على أشدها بين القوى السياسية العاملة عملية سياسية جميعا دون استثناء، كما حصل من خروقات وتسريبات على مالكي. أنا أعتقد 100% هناك خروقات وتشبيكات على الصدر وغيره وغيره وغيره، لأنه الكل مهلهلين ومخترقين، والذين حولهم ليس إلا مجموعة لصوص مستفيدين بعيدين عن الوطنية وعن الإيمان وعن القوى الحقيقية للعمل النزيه. إذا نحن أمام دولة بقدر أو حكومة بقدر أمام مجاميع صغيرة جدا متنافسة على مصلحتها الشخصية والقوى الخارجية، وفي رأيها وقالت علنا لو أن بعضهم قال لو أن هناك صراع بين العراق ودولة أخرى كإيران نحن نكون إلى جانب إيران. إذا نحن في وكانوا أساسا نعم وهم صنيعة إيران وعقائد تابعين لإيران، وإيران هي التي تتحكم. لذلك أنا أعتقد أن هذه الخطوة التي بدأ بها الصدر هي غير الخطوة التي قام بها في 2016، وأعتقد أن هذه الحالة سوف تؤسس إلى مزيد من التخندق والاحتدام، وأعتقد أنها أطلقت شارة الاقتتال البيني بين القوى السياسية المتنفذة، وإن ادعت الجميع أنها حريصة على الدماء وبعيدة عن الرغبة للقتال، ولكن في واقعهم هم مصممون على القتال، والدليل احتفاظهم بالعناصر المسلحة الخاصة وارتباطهم الخارجية وسعيهم الدؤوب إلى أن لا يبنى أحد رسميا من هذه الفصائل ويحلها رسميا، وأن جعل منها جيشا عراقيا وطنيا 100%. لماذا؟ لأن هذه الفصائل تابعة ولائيا وعقائديا إلى الشخص. وهناك نعم سابقا كان هناك دعوات من مقتدى الصدر بحل الميليشيات، ولكنه لم يبتدئ بميليشياته بطبيعة الحال. الدكتور حامد، يعني هل ستبقى هذه المواجهات برأيك بين أنصار الصدر وأنصار الإطار عند حدود التظاهرات وضغط الشارع، أم أنه من الممكن أن تتحول فعلا إلى مواجهات مسلحة بين طرفي النزاع؟ الاحتمالات واردة جدا، خصوصا أنه إذا التصعيد مرتبط الآن بالصراع الإقليمي والدولي، ونعرف أنه إيران الآن يعني متشبثة بشروطها في ملف النووي في يعني مفاوضات فيينا اللي انتقلت إلى قطر،
وايضا امور كثيره الحقيقه الان يعني مستجده في الوضع الاقليمي والدولي. ايران طبعا لاعب اساسي الان بالمعادله، معادله التصعيد اذا كان مسلح او تهدئه باتجاه الحل اللي الحقيقه يجنبها ايضا يعني تهلكه المواجهه المسلحه، لانه الان هي يعني عرضه هدف لهجمات اسرائيليه وامريكيه ومن حلف الناتو. انا اعتقد الامريكان ايضا يعني يهمهم الان التهدئه الا اذا انزلقت فعلا الامور باتجاه تصعيد ميليشياوي من الداخل، يعني خارج حتى عن الاوامر الايرانيه الولائيه. الوضع الحقيقه خطير، انا مثل ما قلت، ويعني هناك احتمالات لخطا بسيط، خطا بشري كان يكون، او تهور من قبل طرف ميليشياوي على بعض المناطق المهمه الحيويه، كان تكون السفارات من جهه او القواعد العسكريه الامريكيه، او حتى اذا كان استهدف عدد من عناصر التيار الصدري او السيد مقتدى الصدر نفسه، وهذا ايضا وارد، او حتى ولو كان حلفائه. هذه المجابهه الحقيقه قد تكون يعني وارده في سجل نور المالكي الان، خصوصا بعد التسريبات وبعد الفضائح اللي خرجت على الملأ الان، وهذه قضيه مخابراتيه، انا يعني ما اعزوها الى شخص قدر ان يحصل على هذه التسجيلات ويتم تسريبها، وانما هذه عمليه الحقيقه مبرمجه من قبل جهاز من المخابرات، وخصوصا العراق مخترق من كل الاجهزه المخابرات. في هذا الموضوع بالذات، نعم دكتور حمد، في هذا الموضوع بالذات يعني نوري المالكي في بدايه التسريبات ادعى انه لن ينجر وراء مثل هذه الأكاذيب، ولكنه الآن يعني يبدو مستعدا للتصعيد، هل توافق على ذلك؟ تمام، هذا اللي أنا ذكرته الحقيقة، لأنه كان ملفت وكان مشهد غير مسبوق ظهوره وهو يحمل رشاش، وهذه ليست معتادة، يعني كون رئيس وزراء لدورتين لولايتين وفي العراق وفي ظل هذا الوضع المتأزم. يعني هناك حدث اليوم شهدنا في قضية اقتحام المجلس النواب، يعني مبنى البرلمان من قبل أعدائه، ونحن نعرف، وأنا على يعني قناتكم الموقرة ذكرت عدة مرات أنه يعني وصل المستوى من التصعيد إلى ما يسميه سياسة كسر العظم بين المالكي شخصيا ومقتدى الصدر. لذلك يعني هما الاثنان، وخصوصا حزب الدعوة بالتحديد والتيار الصدري، لم يلتقيا ولم يتفقا، بل بالعكس الآن شقت أو هوة الخلاف تزداد سعة بينهما. لذلك أنا أتوقع يعني التصعيد وارد، خصوصا هناك أطراف دولية وإقليمية تسعى إلى إثارة ما يسموه الصراع أو الاقتتال الشيعي للخلاص من الطرفين على حد سواء، وخصوصا أنه الوضع الآن يمس إيران بالتحديد، وطبعا الأطراف الأخرى تراهن على أنه يعني تحجيم دور إيران ليس مقتصرا على وضعها في اليمن والحوثيين وحزب الله في لبنان والوضع في سوريا، وإنما الجبهة الأساسية لإيران أو العمق للأمن القومي الإيراني هو العراق. فإذا حجمت إيران في دورها في العراق يعني وصلوا إلى تحقيق أهداف كبيرة. هذا هو الحقيقة اللي راسبتها إذا كان إسرائيل، وإذا كان أمريكا، وإذا كان بعض الدول العربية التي يعني يريحها أن تجد إيران منشغلة في هم الدفاع عن حدوده. وهذا طبعا الحقيقة أنا آسف أقوله، الضحية الأول والأخير سوف يكون شعبنا، وتكون يعني أرض العراق للأسف الشديد إذا وصلوا إلى هذا المنزلق الخطير، أن تكون أرض العراق هي الحقيقة ساحة لتصفية هذه الحسابات. لكن شعبنا أنا أعتقد أدرك يعني حق الإدراك الآن أنه يجب أن يتجنب هذه المخاطرة، وأنا أعتقد الشعب العراقي الآن ملزم أن يرص الصفوف ويتصدى بشكل واضح جدا، ويطرد كل الأجانب اللي موجود، كل القواعد الأجنبية والميليشيات والتدخلات العسكرية اللي الحقيقة الآن تعبث في السلم الاجتماعي العراقي. هذه مهمتنا الوطنية، مهمتنا الحقيقة الإنسانية، أنه فعلا نصل إلى درجة التوعية والتثقيف لأبناء شعبنا أنه يرصون صفوفهم
للتصدي لهذا المنزلق الخطير، ويشكلون هناك ايضا حل واضح، تشكل حكومه انقاذ وطني الحقيقه لفتره انتقاليه، ونتجنب هذه المسرحيات يعني البائسه الهابطه من قضيه الانتخابات ومخرجات الانتخابات اللي يعني قد يبدو هذا الخيار بعيدا، خاصه مع تمسك كل ذي راي برايه في العراق. اتوجه هنا الى السيد نوري حمدان، يعني مقتدى الصدر بطلبه الانسحاب من انصاره، برايك هل فعلا اوصل الرساله التي يريد ايصالها الى شركائه في البيت السياسي الشيعي، وكيف سيتلقفها اولئك الشركاء؟ هو فعلا يعني اوصلها، لانه مجرد ما انه تحرك الشارع وماكو مواجهه، يعني الشارع بمعنى الشارع الصدري وليس الشارع العراقي، يعني جماهير التيار الصدري بمجرد ما هو او عزلهم بالخروج الى مظاهره خرجوا ودخلوا لاهم مؤسسه بالدوله وهي السلطه التشريعيه، السلطه العليا بالبلد، دخلوا الها وسقطوها بشكل عملي. فبالتالي وماكو مواجهه، هي يعني النقطه الاساسيه، انه لا توجد قوه يعني حكوميه تمنع اتباع التيار الصدري من دخول اي مؤسسه حكوميه، لانه الغطاء الشرعي بالنسبه لهؤلاء التيار هو مقتدى الصدر بحد ذاته، زعيم التيار الصدري. وما موجود في العمليه السياسيه اليوم لا يمكن لهم مواجهته بهذا المعنى الحكومي، يعني ما عندهم الاراده لمنع اي جهه من الجهات اللي تخرج من التيار الصدري لدخول اي مؤسسه حكوميه. فبالتالي هنا هم اكيد لانه متعودين على عدم الاحترام النظام الاطار المدني الديمقراطي، فبالتالي يلجؤون اكيد لاعمال قد تكون مسلحه، قد تكون ردود فعل هي غير مقبوله. فالوضع خطر حقيقه يعني، ولا يمكن ضمان يعني سلمية الأمر بشكل عام، يعني بالمحافظات عموما مو فقط في بغداد. وتوقع سوف نشهد في الأيام المقبلة أيام صعبة جدا على العراقيين بشكل عام، إن لم يقفوا حقيقة وقفة جادة لمنع هؤلاء القوى من التلاعب بمصير البلد. هذا تلاعب، هذا عدم احترام لإرادة الشعب التي لن تنتخبهم. هم يدركون جيدا، حقيقة يدركون جيدا أنه الشعب العراقي لم ينتخبهم، الذي انتخبهم هم المجاميع السياسية المرتبطة بهم، يعني جمهورهم تحديدا، والذي لا يتجاوز ال 15%، 85% ما يقارب 85% من الشعب العراقي لم يشترك في الانتخابات، وهذا دليل. نعم. طيب سيد نوري، يعني مبادرة إرادة الشعب من هذه القوى السياسية لا يمكن استمرارها، لا يمكن استمرارها وعلى الشعب العراقي استرجاع إرادته وفرض كلمته على هذه القوة. نعم. سيد نوري، يعني وصول رسالة الصدر كما ذكرت لشركائه في البيت السياسي الشيعي، كيف سيؤثر على قبوله بخيارات الإطار التي سيطرحها لاحقا؟ أنا أتوقع أنه لا يقبل أي يعني مقترحات أو قرارات أو يعني أفكار، أي شيء راح يطرحه الإطار التنسيقي هو راح يكون رافضه وراح يكون ضده، لأنه هو دا يتعامل الآن بالمثل. الإطار التنسيقي لما أوقف تشكيل حكومة يتبناها الصدر مع حلفائه في الثلث المعطل، هو اليوم يعني خرج من البرلمان وذهب إلى الشارع لتعطيل العملية السياسية برمت. فبالتالي أي جانب من أي مقترح، أي ترشيح، أي مبادرة سيخرج بها الإطار التنسيقي هو راح تكون يعني مواجهتها بالرفض من قبل التيار الصدري بالطريقة التي فعلوها اليوم، وقد تكون في طرق أخرى أكثر تطورا. نعم. دكتور قحطان، يعني كيف يمكن تفسير تزامن زيارة قاني مع ما حدث اليوم؟ هل هناك من صلة برأيك؟
بالتأكيد صلة 100% بين سيارة قاهاني. كل ما يدور في الشارع العراقي حتى لو همسا هو يكون في داخل في أذن الجار الإيراني كالقرعة من الطبل. لماذا؟ لأن إيران مخترق العراق من شماله إلى جنوبه دون استثناء، وبالتالي خطر حقيقي أدركت إيران الآن. لأننا نقول دائما الصراع في العراق أو الحالة الآن هي في العراق هي صراع بين إيران وأمريكا، وبالتالي إيران تدرك إلى أن أي حراك يذهب باتجاه تقويض الفصائل التابعة لها أو الجهات التي ترتبط بها كمالكي في مقدمتهم هو إجراء أمريكي، وهو يصب في صالح الجانب الأمريكي، لأن هناك إدراك أمريكي أن يجب أو ينبغي على أمريكا أن تحتوي الحراك والمد الإيراني في العراق، لأن المد الإيراني في العراق والهامش الكبير لإيران في العراق يعطيها مجالا لأن تكون فاعلة في الإقليم، وفاعلية إيران في الإقليم يدعم الجانب الروسي والصيني، وهنا تكون الخطورة الكبيرة الحقيقية لأمريكا في سلوكيات إيران الإقليمية. إذا إيران أدركت إلى أن هذا التصعيد في هذا الحجم، وهناك إدراك إيراني كذلك إدراك مالكي كما تصدرت أو المشهد التسريبات أن هناك تناغم ما بين الصدر وبين المجموعة ما يسمى السنية وأمريكان والسعودية والبعثيين بالقصد من احتواء وإنهاء الدور الشيعي في العراق وإنهاء دور إيران. إذن هذا هجس وهاجس إيران. لذلك قاهاني عندما جاء أنا أكيد أقول جاءت له رسالة واضحة لحراك هذا الذي حصل اليوم، وجاء لكي يستبق، ولكن على ما يبدو أن هناك سباق بين الطرفين. سبقهم صدر بالتأكيد، ولكن أؤكد على أن هذه السابقة الصدرية هي إن طرقت شيئا كبيرا وقدحت شيئا كبيرا، ولكن ستؤسس إلى خلافات كبيرة، وأجزم أن لا لقاء بعد اليوم بالمرة بين القوى السياسية المتنفذة في العملية السياسية، وبالتالي أعتقد أن التسارع سيكون بالاتجاه التصعيد، وأن كما قلنا قبل أن يدعون على أنهم لا يرغبون التصعيد، لكن أنا قلت دالتي الأساسية هو ما يملكون من قوة ويملكون من رغبة حقيقية ومكر حقيقي في إدامة القوة العسكرية الخاصة بهم. بل سمعنا بالتسريبات أن هناك معمل للصواريخ في العراق لا تعرفه الجهات الرسمية. إذن أمام دويلات كبيرة داخل دولة العراق التي للأسف الشديد أريد لها أن تموت من 2003 لحد الآن. نعم. لذلك نحن نخشى على بلدنا من قادم الأيام. نعم. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي الذي كنت معنا أيضا من أو عبر سكايب، وأيضا أشكر نوري حمدان الصحفي والباحث السياسي كنت ضيفنا عبر الهاتف من إسطنبول. شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام.